وشي وافتكرني. شقة فيصل على NBC مصر. رمضان يجمعنا. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في رمضان في البيت على هوم سينما، والمسلسل اللي هنعمله رياكشن هو مسلسل شقه فيصل. كنت عايز اوضح نقطه بس، ما حدش يتضايق مني لو لقى ردود افعالي على التريلرز او بتاعه المسلسلات، يعني ردود افعالي بارده شويه، لان زي ما انتم شايفين ما اعتقدش اكون انا الواحد. يعني زي ما انتم شايفين المسلسلات السنة دي ضعيفة جدا 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 مقارنة بالسنين اللي فاتت. يعني مفيش حاجة اللي هو انا اقول واو، فاهم، ان انا اتفرج وانبهر. انا بصراحة انا السنة دي مفيش اي مسلسل علم معايا في رمضان خالص او بهرني، بمعنى الاصح ان انا هموت واتشدله وهتفرج عليه. انا حاسس ان بالنسبة لي كله عادي، مفيش حاجة طلعت بيها السما خالص، يعني غير ممكن مسلسل قبيل لحد دلوقتي هو اللي عجبني لما عملت التيزر. مش بس يستغرب من ردود افعالي انها تبقى بارده شويه، لان انا زي ما انا قلت انا مش شايف اي حاجه شدتني خالص في المسلسلات بتاعت السنه دي. بس طبعا هنعمل تريلر رياكشن دلوقتي لشقه فيصل كالعاده. ما بشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. ابني مش كنت رحت شغلك النهارده بدل ما يوميتك تروح عليه؟ ان شاء الله بكره ربنا يفرجها واجيب لك كل اللي انت عاوزاه. يا رب نكبر يا رب. انا حاسس ان انت هتبقى احسن من شيبه. روح وادي روح وادي روح عوام، كله 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 مش تمام. انت مين يالا؟ والله العظيم اسمي ميزو. يا عم ميزو ولا زيزو، كلها لعب اطفال. انت صوتك كده فيه من كرم محمود على العدويه. انا كان بيني وبين الليثي 5 خطوات. الراجل الراجل والعائله عائل والكبير كبير. الشقة هنا مسكونة. شقة فيصل دي ليها قوانين. اوزن قبل ما تبيع. هبقى انا والزمن عليك يا ابني. بص لوشي وافتكرني. شقة فيصل على NBC مصر. رمضان يجمعنا. اللي شدني تريلر، انا اول ما شفت وائل النور اتصدمت بصراحة، لان انا عارف ان وائل النور تقريبا مات من 2016، يعني بقى له 3 سنين ميت. فطلع ازاي في المسلسل ده؟ انا مش عارف ازاي، يعني انا هو المسلسل ده متاجل بقاله 3 سنين وجاي يعملوه دلوقتي، ولا انا برضو مش قادر افهم؟ لان وائل نور انا عارف ان هو مات من 3 سنين، فيعني ما اعتقدش يعني ان هم عاملين وائل نور بالسي جي اي، يعني لدرجه ان هم حاطينه في مسلسل. يعني ممكن يكون صوره قبل ما يموت، ممكن. يعني مسلسل شقه فيصل، كريم محمود عبد العزيز، ان محمود عبد العزيز طبعا بيحاول ان هو يعني يثبت نفسه في الغنى، ان هو يغني مهرجانات وكده او يغني شعبي، يعني بمعنى الاصح. بصراحه ده مش جوي خالص، يعني انا مش من نوعيه الناس اللي تتفرج على مسلسلات فيها مهرجانات وفيها حاجات شعبي وكده، انا بتنفخ بصراحه يعني. بس موضوع ليه علاقه بقى بالعفاريت في شقه فيصل، بس ما اعتقدش ده هو ده المين بلوت. يعني المين بلوت ان هو عايز يغني ومشهور والكلام ده كله، يعني مش سكتي بصراحه خالص يعني المسلسل ده. يعني بجد السنة دي يعني المسلسلات، يعني لو في حاجة تحت، يعني مش عارف اقول ايه بصراحة. مسلسلات السنة دي يا جماعة يعني مش طبيعية، يعني ايه ده؟ يعني كل سنة كان بيبقى في تحسن، السنة دي فعلا صحرا خالص. دورة المسلسل فيه كريم محمود عبد العزيز وفيه برضه ايتن عامر. ايتن عامر تقريبا زي ما انا قلت مقتبسة دور بيومي فؤاد السنة دي في المسلسلات كلها. نسرين امين ومي القاضي وصلاح عبد الله، في وائل النور الله يرحمه، وفي منى عرفة وسراء جبيل، وفي احمد فتحي، هذا موسى. في المسلسل محمد صلاح العرب راجل المسلسل من شيرين عادل. شيرين عادل دي طبعا لها تاريخ يعني في مسلسلات رمضان على مر التاريخ، يعني ساره ومورد وصاحبه غاي عار وهوجن والريان ودلع بنات عميل 101 وحكايات زوج معاصر وهنا قلبي وسلطان الغرام. لا ليها طبعا تاريخ في مسلسلات رمضان السنه دي. هي بتنافس بمسلسلين، المسلسل ده اللي هو شقه فيصل ومسلسل هوجن بتاع محمد امام. للاسف يعني المسلسل زي ما قلت ما شدنيش خالص. ترقبي المسلسل 5/10 مش اكتر من كده يعني، وما اعتقدش ان هو هينضم للليسته بتاعتنا يعني. بس اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا لي لايك سبسكرايب وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. شقه فيصل على NBC مصر. رمضان يجمعنا.